افتتح رسميا بمتحف أستراليا بمدينة سيدني معرض رمسيس، وذهب الفراعنة استعدادا لفتح أبوابه لاستقبال الزائري من الجمهور بدءا من السبت المقبل. ويضم المعرض في رحلته بمدينة سيدني 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، وقطعا أثرية أخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة سقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية. وكان معرض رمسيس وذهب الفراعنة كان قد بدأ رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر عام 2021 بمدينة هيوستن، ثم في أغسطس عام 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت محطته الثالثة في إبريل الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.